اهلا بيكم سادة مشاهدين في الحلقة الثالثة من برنامج ابدأ بنفسك، ومعانا اول فقرة الشيف صفا. اهلا بيك يا شيف، اهلا بيكي. قولي لنا بقى طبخوا لنا ايه النهاردة؟ النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي. هنعمل شاورما، هنعمل معاها بطاطس، وهنعمل معاها كول سلو. طيب هنبدأ دلوقتي نقلي البطاطس. احنا خلاص جهزنا الزيت. تمام اتفضلي. اهو دي البطاطس هتبقى لوحدها. هنبدأ بالبطاطس عشان البطاطس بتاخد وقت معانا، وبعد كده هندخل على التتبيلة على طول. طيب قولي لنا بقى يا شيف كده المكونات. هقول لك حالا المكونات. معايا بابريكا، معايا كزبرة ناشفة وفلفل، ومعايا توم باودر وبصل باودر، ومعايا طبعا ملح وزبادي وصويا صوص. كل ده هيتحط على الشاورما. دلوقتي هنبدأ نحطها. اتفضلي ساعدك في حاجة. البابريكا ماشي. عايزة بقى معلقة. اعمل ايه؟ حطي لي بقى الزبادي. هنحط الكزبرة الناشفة والفلفل الاسود. اوكي. وبعدين هنحط عليها توم باودر بصل باودر. توم باودر بصل باودر بتطعمها جدا. بس كفاية حطيت كتير ولا؟ لا حلو جدا. تمام كده خلاص. تمام هنزل دول وهنقلبهم بقى كده كويس مع بعض. اوكي. ونبدأ بقى ننزل بالفريخ. دي هتبقى الخلطة، التتبيلة بتاعتها. دي التتبيلة بتاعتها. هنحط عليها بقى الصويا صوص. حطي شوية صويا صوص بس مش كتير. حطي شوية كمان. بس كده خلاص. يا جماعة أنا مش ست بيت خالص. لا شكلك شاطرة. شكلك شاطرة في المطبخ. لما بيكون ليا مزاج بدخل المطبخ يعني. على فكرة المطبخ سهل جدا، بس انت تتعودي ان انت تدخلي وما تخافيش، هتلاقيها حاجة سهلة جدا معاكي. هنحط دلوقتي الفراخ كلها. انا بحب اصلا، بس انا مودية شوية يعني، بحب ادخل المطبخ كل فين وفين لما يكون ليا مزاج. بس لا، لو اتعودتي على المطبخ، المطبخ على فكرة يعني حلو جدا، بتتعلمي منه كمان حاجات جديدة وابتكارات، يعني بتقعدي تبتكري كل شوية. كده انت حطيتي ايه في التتبيلة؟ حطيت دلوقتي بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، زبادي، حطيت صويا صوص، ودلوقتي بقلبهم كلهم كده مع بعض بالشكل ده. دي بقى احلى تتبيله للشاورما بالشكل ده اهو. طبعا التتبيله دي لو قعدت حوالي ساعتين او 3 ساعات هيبقى افضل، او قبليها بيوم كمان او قبليها أفضل بيوم أكتر. هيبقى افضل اكتر. انا طبعا الوصفات دي كلها بعملها على القناه، فيعني متعوده. اهو هنقلبها كده كويس. نبدا بقى ايه، نحط الزيت في الطاسه. طب انت من زمان يا صفا وانت بتحبي الطبخ ولا؟ انا من زمان وانا بحب الطبخ، واصلا انا عندي قناه على اليوتيوب. عندك بيتش؟ عندي قناه، وعندي عندي بيج على الفيسبوك. اوكي. وبقدم فيها طبخات من سنتين، يعني بقى لي فتره كبيره. من سنتين ابتديت ان انت تخشي في مجال الطبخ. من سنتين ابتديت ان انا احاول اعمل صفحه، لان كنت بشوف صفحات القنوات بتاعه الطبخ كده كانت بتعجبني، فقلت ان انا ايه اعمل صفحه وقلت اجرب. شكرا. طب هي موهبة عندك بقى ولا تبع المزاج برضو؟ لا انا بحب اطبخ. بحب اطبخ وبحب بتحب إن أنا تدخلي المطبخ. مش زي الحمد لله. وكمان مش باخد الحاجة بعملها زي ما هي. لا بقعد ابتكر فيها واعمل فيها حاجات جديدة. بحس فعلا ان هي طعمها بيختلف، يعني لما بتاخدي الحاجة تعمليها زي ما هي بتحس ان انت الحاجة طعمها مش يعني مش زي ما انت دوقتيها اول مرة، لكن لما بتجربي فيها حاجات بتحس ان هي طعمها اختلف. فعشان كده حتى الشاورما دي برضو حاطه فيها التست بتاعي برضو. دلوقتي بصي حطيت زبده عشان ابدا احط فيها. طب اي مساعده الشاورما. اساعدك. ممكن بقى هنبدا عقبال ما هنعمل ايه دي تستوي. بصي تمام المفروض دي تعلى شويه، المفروض النار دي تعلى شويه عشان
البطاطس. بصوا احنا جايبين معانا كل حاجه الشاورما، معايا اللفت ده، اللفت ده سوري وده خيار سوري وده صح؟ خيار سوري برضو. هو انا مش وده عاملاها. ايه؟ ده الصويا صوص بتاع التتبيل ده، خلاص خلصنا منه. تمام. بصي انا مش عاملاها الشاورما. طب ممكن نبدل الصويا صوص بحاجه تانية؟ يعني ينفع نبدلها بحاجه تانية في التتبيله مثلا؟ اللي مش عنده صويا صوص ممكن يعملوا عسل وخل ويقلبهم على بعض، ده بديل الصويا يعني صوص. مش شرط يا جماعه صويا صوص في التتبيله. عسل وخل، عسل اسود وخل، هيبقى حلو جدا معاها برضو وهيديها طعم حلو. طيب احنا دلوقتي حطينا البطاطس اهو، وهنحط دلوقتي بس تسخن بس معايا الطاسه دي. تمام. مع الزبده دلوقتي هنبدا بقى ان احنا نقطع حاجه الكولسلو. احنا هنعمل دلوقتي سلطه كولسلو. بصي معايا كرومبايه بالشكل ده. تمام. هبدا بقى كده هقطعها. بصي انا خليت ده كده، ده كابوتشي صح؟ لا ده كروب. كروب شبه الكابوتشي شويه. لا ده كرومب، ده كرومب بيتقطع كده. بصي هنقطعه بالشكل ده كده. طيب سادة المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل ومعانا استاذ محمد السيد هيكلمنا عن التنميه البشريه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه رحمه. عايزه بقى اسالك سؤال، رابط بينه وبين وجود له اساس في القران الكريم؟ الاول انا بتشرف بوجودي مع حضرتك في البرنامج أنا الجميل ده، والله شرف. وانا تابعت حضرتك في الحلقات اللي فاتت، يعني ان شاء الله حضرتك ليك مستقبل قوي جدا باذن ربنا الله. ربنا يخليك. طبعا الاول دايما بنحب نبدا مع الناس دايما ببدايه جديده، كل لحظه في حياتنا هي عباره عن بدايه جديده. تمام. السؤال اللي حضرتك سالتهوني اللي هو الربط ما بين التنميه البشريه والاساس في وجوده في القران الكريم. تمام. هو علم التنميه البشريه هو عموما علم شامل علوم كثيره جدا جدا. تمام. منها علم الاداره وعلم علم الاداره وعلم التنميه، علم الموارد البشريه. تمام. بس هنتكلم النهارده عن الاساس. الاساس هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايه قرانيه موجوده في القران الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا عند حسن ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فخير وان ظن شرا فشر. هو ده الاساس، يعني من وجهه نظري انا المتواضعه ان انا بشوف ان هو ده الاساس اللي بيرجع بيه علم التنميه البشريه كله. ان علم التنميه البشريه دايما قايم على التفاؤل، قايم على تنميه الذات. ازاي ان انا اقدر اوصل نفسي ان انا عندي النهارده صفه معينه بنسبه معينه مثلا 10%، ازاي انا اقدر اطورها مع الوقت، ازاي اقدر اطورها مع الايه، مع الزمن والتدريب. تمام. فهنا انا بشوف ان هو راجع دايما لايه، لحسن ظني في الله. طب وبعض صفاته الشخصيه الناجحه؟ ما هو احنا هنرجع بقى للجزئيه تاني. تمام. لان بعض الصفات الشخصيه الناجحه دايما بتبدا من اللي هو الاساس، ان ازاي انا عندي حسن ظن عبدي بي، ان انا عندي حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى. تمام. لو انا عندي حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى هبدا ان انا انمي صفاتي. طيب جزء مهم جدا من بعض صفات الشخصيه الناجحه اللي هو اداره الوقت. ازاي انا اقدر ادير وقتي؟ ايه اداره الوقت دي؟ هو الوقت بيتمسك تنظيم الوقت. هايل. برضه هي اداره الوقت، بس طبعا تمشي جدا تنظيم الوقت. طيب اداره الوقت عباره عن ايه؟ اسهل يعني. بالظبط، هايله جدا. ازاي ان انا اقدر ادير وقتي؟ بنظم وقتي. تمام. هل ده انت تعرفي ان احنا مثلا النهارده في الوقت التكنولوجيا اللي احنا موجودين فيها وعصر السوشيال ميديا، طبعا ان الناس السوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام والتيك توك وكل البرامج اللي خاصه بالسوشيال ميديا بتاخد وقت كبير جدا من الناس؟ موقع التواصل الاجتماعي. هايل جدا. تمام. فاحنا دلوقتي الناس لو دورت على وقتها، انت عارفه ان احنا دلوقتي مثلا في معلومه بتقول ان الناس لو بتنام، في واحد بينام 8 ساعات، انت متخيله ان اللي نام 8 ساعات ده بينام تلت عمره؟ عارفه يعني ينام تلت عمره؟ يعني لو عنده 60 سنه يا جماعه. معلومه جديده اهي. متخيله؟ اتفضلي. اللي بينام تلت ساعه بينام نص عمره صح؟ تلت عمره. ليه؟ لان اليوم عباره عن 24 ساعه، فانا نمت 8 ساعات. تمام. فتلت ال 24 8. متخيله يعني انا بقى عندي 60 سنه منهم 20 سنه انا نايم؟ تخيل ال 20 سنه دول لو انا منظمهم صح ممكن احنا اوصل ليه؟ نستفاد الوقت ده في حاجات اهم. بالظبط، هايل جدا. نستفاده في حاجات اهم. ازاي؟ ان انا ابدا انظم وخطط لنفسي. طيب في ناس كتير قوي ما بتقعدش تخطط لنفسها، دي عامله ايه في حياتها؟ واصله لايه في حياتها؟ هتلاقي بيكبر في السن. تمام. ما بيعملش اي حاجه، لو قعد مع نفسه مش هيلاقي نتائج ايجابيه وصلها في حياته. تمام.
طيب انا دلوقتي من ايه تاني من جزء من بعض صفات الشخصيه الناجحه؟ ان انا يبقى عندي تواصل جيد مع الناس. ازاي تواصل جيد مع الناس؟ مش بتشوفي دايما كده في حياتنا حد تبدأ تتكلمي معاه من صحباتك او اي حد عندكم في البيت تمام تتكلمي معاهم؟ طيب انا شوف الشيف صفا عملت ايه، وصلت لفين يا شيف؟ دلوقتي خلاص حطينا الفراخ على النار، تمام، حطينا عليها الملح عشان احنا خرجنا قبل ما نحط الملح. طبعا حطينا الملح وقطعنا كده الكرنب بالشكل ده، وهنبدا بقى نحط بقيه الحاجات عليه. اتفضلي. طيب انت ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، تنميه؟ والله الوقت دوت اكتر الوقت. حاجه بتضيع مننا، يعني انا بنام اقوم من النوم الاقي خلاص كده النهار عدى، كل الحاجات اللي بعملها بتخلص في ثواني، الاقي مثلا الليل جه خلاص تاني يوم بيجي وانا ما خلصتش اصلا الحاجات اللي ورايا، فالوقت ده بيضيع بسرعه جدا. بس ده يعني طبعا اتشرفت بمعرفه حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا شيف طبعا، والنهارده يعني ده انا مبسوط جدا ان انا اكون موجود مع الاستاذه رحمه والاستاذه صفا. اهلا بحضرتك. تمام، بس في جزء مهم جدا، احنا نقدر ننظم وقتنا بسهوله جدا. طب ازاي؟ طبعا عشان تغيري عاده في حياتك لازم وقت معين تتبع فيه النظام الجديد في حياتك، هو ده اللي هيساعدك. ازاي؟ انا النهارده بشوف نفسي انا بنام كام ساعه في اليوم. تمام، انا بنام 4 مثلا، انا عايز انام 5 ساعات او 4 ساعات بالظبط، بعد ما كنت بنام قصدي 8 ساعات. تمام، انظم ده واقعد 21 يوم. بس الحياه بقى فيها ضغوطات، ضغوطات اكتر من زمان، يعني لدرجه ان احنا دلوقتي مش عارفين ننظم. يعني زمان تحس ان الوقت كان كتير، دلوقتي ضغوطات، ضغوطات كتير. هايل جدا يا استاذه رحمه، بترجعي تاني للنقطه اللي هي بتاعه حسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى. طيب معانا مداخله تليفونيه. الو. السلام من استاذه هنا. اهلا اهلا بحضرتك. موضوعك حلو جدا جدا جدا، ميرسي، اتفضلي. طيب ممكن تقولي لي ازاي اعرف انا انظم وقتي واعمل بالوقت الضايع بتاعي؟ طيب استاذ محمد مع حضرتك. الاستاذه ايه؟ استاذه هنا. اهلا وسهلا استاذه هنا. طبعا تنظيم الوقت يا استاذه هنا بيعتمد الاول على اولويات حياتي، انا ارتب اولويات حياتي 1 2 3، ده الاهم في حياتي. في حاجه اسمها الاهم والمهم. تمام، تبداي تنظمي الكلام ده كله من خلال نومك، من خلال كل الاشياء اللي بتعمليها في يومك. تبداي تكتبي في ورقه وقلم كل شيء يحتاج وقت قد ايه. تمام، وتبداي تنظمي ده، هتلاقي ال 24 ساعه معاكي كتير جدا. يعني انت النهارده دلوقتي مثلا، انا بروح شغلي مثلا، شغلي عباره عن 6 ساعات او 8 ساعات. طيب بروح من والى شغلي في حوالي 40 دقيقه. طيب انا بعد كده النوم بتاعي اخباره ايه، والمفيد اللي انا بعمله في يومي اخباره ايه، ازاي انظم وقتي ما بين المفيد والغير مفيد والاهم والمهم. الاولويات اهم بالظبط، ان انا اربط ما بين المهم والغير مفيد والاهم والمفيد. يعني في اهم ومفيد دول مع بعض، ان انا مثلا اروح شغلي النهارده فده الاهم والمفيد، ان انا انجز حاجه مهمه جدا في موهبتي، ان انا عندي موهبه عايز انميها، ده مهم جدا لان ده هيساعدني كتير قوي على تطوير وتنظيم وقتي في حياتي. طيب تقدري تقول لنا يا استاذه حضرتك بتشتغلي ولا ربه منزل؟ هي موجوده معانا ولا؟ اوكي حضرتك معانا. طيب هايل، ايا كان. طيب المكالمه فصلت. ايا كان انت تقدري تنظمي وقتك من خلال اللي احنا قلنا عليه. طيب انا عايزه اعتذر بس على استاذ كريم، عنده استاذ كريم ما طلعش معايا النهارده، عنده وعكه صحيه، نتمنى ربنا يشفيه وان شاء الله، وان شاء الله يكون معانا الحلقه الجايه. تمام، نكمل الجزئيه اللي كنا بنتكلم عنها. هي طيب تقدر تنظم وقتها من خلال الاهم والمهم. تمام، تبدا بس تمسك ورقه وقلم، عشان الموضوع من غير ورقه وقلم مش هيبدا يتنظم صح. تنظم وقتها ان هي تشوف بس الاهم ايه في يومها وترتبه، وتشوف عدد ساعاته، هتلاقي عندها وقت زياده كتير. اليوم امسك ورقه وقلم وابدا ارتب فيه الاهم وانزل بيه تدريجا بالظبط. بالظبط، هايل جدا، هو ده. اكيد حضرتك طبعا من ضمن الناس اللي بتنظم الوقت كويس. اكيد. تمام، فهي هتبدا تمسك ورقه وقلم وتخطط لنفسها الاجزاء بتاعت يومي ايه، بنام قد ايه، بشتغل قد ايه، لو انا ربه منزل بخلص كل اشيائي في قد ايه. تمام، اهتماماتي باولادي لو هي عندها اولاد او متزوجه. بس قول لربه المنزل يعني ازاي تظبط وقتها، لان بوقتها بيبقى بين الاولاد والشغل والبيت، فبيبقى الوقت صعب، صعب اللي هي مثلا تمارس هوايه هي حباها او كده. على فكره اداره الوقت ده عباره عن معجزه، معجزه في انك تعملي اشياء كتيره جدا وتنمي
مهارات كتيره جدا عندك تمام. ليه؟ لان كل واحد هو ادرى كويس جدا باللي بيعمله في يومه. يعني دلوقتي احنا اتفقنا ان اليوم 24 ساعه وده معروف للجميع. طيب انا بنام قد ايه؟ يعني انا بنام 8 ساعات، طب ما في 4 ساعات تانيين ممكن من خلال ال 8 ساعات دول، يعني ممكن انام 4 والاربعه دول اعمل فيهم حاجات تانيه تمام. طيب انا بقعد على الفيسبوك مثلا او السوشيال ميديا تمام، مواقع التواصل الاجتماعي بقعد عليها قد ايه؟ بتواصل قد ايه؟ هتلاقي ناس بتقعد اصلا بيوم كامل كتير تمام. طيب كل ده انا اديله جزء هنا، ادي مثلا نص ساعه. يمكن زمان كان الوقت بنعرف نستفاد منه اكتر من دلوقتي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا قاعدين عليها 24 ساعه. هايل هايل جدا، هو ده بالظبط، ده جزء جدا، ده اسمه على فكره يعني ده فارق الوقت. ممكن يعطل اي حد مثلا عنده طموح عايز يوصل له، ممكن يعطله اكيد طبعا. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي بسرق في وقتي، واهم شيء اهم شيء للانسان هو وقته. هو الانسان عباره عن ايه غير وقت؟ احنا دلوقتي كل واحد هيجي له لحظه معينه، اللي هو اصلا العمر عباره عن الوقت. فانا وقتي مش قادر استخدمه كويس، فازاي هقدر اوصل للي انا عايزه من طموحي واحلامي؟ طيب انت دلوقتي بالظبط تنظيم الوقت ده اهم شيء تمام. والتواصل الجيد، التواصل الجيد يا فندم عباره عن ايه؟ انت طبعا بتتعاملي مع ناس كتير دايما كده، ممكن تكوني بتتكلمي مع واحد صاحبتك، مفيش حد من اصحابك كده تتكلمي معاه يبقى بيبص في حته تانية وعامل كده وهكذا، تحس ان هو تايه كده شويه. هايل جدا الاي كونتاكت تمام، التواصل بالعين ماشي. في اساليب مهمه جدا، التواصل بالعين، الاستماع الجيد تمام، ان انا باصص لك كده ومهتم ماشي كده، المعلومه توصل بالظبط. لكن انا ممكن اكون بتكلم مع حضرتك بتكلم معايا وانا باصص في حته تانية وهكذا، وبفكر في ايه؟ في مواضيع تانية. ده بيبقى بسبب ايه بقى؟ ده اصلا انا كده غير متواصل جيد، يعني ما عنديش تواصل بشكل جيد تمام. فدي من صفات الشخصيه الناجحه اللي يقدر فعلا يحقق طموحه تمام، زي ما حضرتك بتتكلمي عن موضوع الطموح والاحلام. انا لو عندي تواصل جيد فهسمع ممكن معلومه مهمه جدا في مكان انا موجود فيه تفيدني في حياتي، تقدر تساعدني ان انا انجح تمام. فده التواصل ايه؟ الجيد. الجيد تمام. طيب شيف صفا معانا، وصلت لحد فين؟ خلاص كده بصي اخدت لون جميل قوي من الناحيه دي، قلبتها على الناحيه الثانيه وهبدا بقى اعمل الكروم. تمام جوعتينا يا شيف صفا. احنا جعانين دلوقتي. بصوا هعمل الكرنب دلوقتي خلاص كده، هحط عليه الجزر فضل. يعني نص كرنبايه عليها جزرية ونص، هحط دلوقتي الجزر عليه بالشكل ده. دي ايه اللي هي عليها الجزر؟ سلطه الكولسلو. طب قولي لنا، قولي المقادير تاني يا شيف. هي المقادير بسيطه جدا وسهله جدا وبتتباع غاليه، يعني معايا كرنبايه صغيره، مش كرنب اللي هو بتاع المحشي، لا كرنب سلطه، اسمه كرنب سلطه. ومعايا جزر ومعايا عسل، اكيد هلاقيه في اي سوبر ماركت، يعني موجود في سوبر ماركت وموجود في السوق برضو. ومعايا عسل ومعايا لبن ومايونيز، بس كده سهله جدا. هنحط دلوقتي 3 معالق من المايونيز اهو بالشكل ده، وهنحط عليها العسل برضو، معلقه طب عسل. ايه بقى فايده العسل فيها؟ يعني بيعمل ايه؟ هي سلطه الكولسلو بتبقى مسكره شويه مع سويت اند ساور شويه، يعني شويه، فهي لازم يتحط لها عسل. إيه؟ وممكن لو ما فيش عسل نحط سكر، بس العسل بيديها طعم احلى. وهنحط معاها لبن، حوالي 3 معالق برضو لبن بالشكل ده، ونقلب بقى كويس. ودي بقى يعني نسيبها في التلاجة حوالي ساعتين عشان يبدا الكرنب كده يطرى معايا وياخد بقى الصوص، وهنقلبها وبس كده خلاص، سهله جدا. طيب هنرجع لحضرتك تاني، كلمنا اكتر بقى عن التنميه البشريه. التنميه البشريه احنا كملنا الصفه الثانيه من التواصل، ايه من الصفات الشخصيه الناجحه. الشخصيه الناجحه تمام، ازاي انك تقدر تبقى شخص ناجح. في جزء مهم جدا، وانا بنرجع لموضوع الشخصيه الناجحه تاني، جزء الاداره والقياده. طبعا ده جزء مهم جدا في حياتنا وتعب ناس كتير قوي في شغلها. ازاي؟ تلاقي ناس كتير جدا اللي هو شغالين اللي هو في يدير الوقت، ولا لا هو القياده والاداره. ازاي انا ابقى قائد وابقى مدير؟ يعني فرق ما بين القائد وما بين المدير كبير جدا تمام، ما بين السماء والارض. ليه؟ في مدير، المدير هو كل اللي عليه انه ينجز الموضوع، ينجز المهمه دي حالا. القائد لا، بيتعامل بطريقه اخرى خالص، بيحبب كرو العمل. يعني مثلا دلوقتي لو احنا شغالين في شركه تمام، الشركه دي فيها موظفين ومدير ثم اداره، مدير قسم وهكذا لحد مجلس الاداره. في مدير بقى يقدر يتعامل مع الموظفين ان هم اخواته تمام، يتعامل معاهم ان هم بيحس بيهم ببساطه،
تمام؟ ده بينجز في المعامله الموده والرحمه، دي بتنفع قوي في بالظبط، دي من في المعامله بالظبط، دي من معاملات القائد. لكن المدير ملوش علاقه، المدير عامل زي السيف ازاي عشان الشغل يبقى مظبوط. حلو جدا. ما هو ازاي القياده بقى هي اصلا بتجمع ما بين الاداره، ازاي انت تبقى شاطر في الاداره وازاي انت تبقى قائد كويس. يعني ايه؟ يعني احسس ان انا معاهم مش ان انا المدير بتاعهم، لا احسسهم ان انا اخوهم في الشغل، اخوهم في العمل، تمام؟ فيحبوني اكتر فيشتغلوا اكتر عشان يحسوا ان ده شغلهم، يحسوا ان ده مكانهم. اكتر حاجه تنجح اي مكان ان انت تحسس الناس اللي شغالين ان هو مكانهم، ازاي تديهم الثقه، تمام؟ الثقه ان انا اسيبه واسيب له كل مالي مثلا هيدوا اكتر في العمل. الله ينور على حضرتك، بالظبط كده. ليه هيدوا اكتر في العمل؟ لان دايما البني الانسان لما يحفز نفسه من الداخل بالاشياء دي يقدر يدي للعمل، ممكن يجي على نفسه عشان يشتغل، ممكن ينزل بدري جدا عشان يجي يشتغل، عشان يحب الشغل، بيحب الشغل وبيحب الناس الموجوده في الشغل، عشان كده بيدي اكتر فيه وبيحب يروح بدري الشغل ويلتزم بمواعيده. هايل جدا، بالظبط. ليه؟ لان انا حببته في الشغل. بس برضه لازم يبقى عندي جزء الاداره قوي جدا، لازم يبقى في وقت من الاوقات ابقى حاسم جدا، لان انا في فرق او في شعره، تمام، ما بين ان انا بتفصل بين ده وده. الله ينور على حضرتك. ليه ابقى افصل من ده بين ده وده ازاي؟ ان انا دلوقتي ممكن ابقى قائد، ممكن انا ابقى مدير ضعيف، تمام؟ لا، لازم انا ازاي اقدر اعرف الوقت اللي انا احسم فيه كويس جدا جدا، عشان ما هو اللي يشوفني انا دلوقتي بتعامل ان انا احنا اخوات وهكذا وكل حاجه كقائد. بتعامل ببقى ودود، ببقى رحيم بيهم وهكذا، فيحبوا الشغل. لكن في نفس الوقت لازم عند الغلط او الخطا المره الاولى او المره الثانيه يبقى في قرار حاسم. ليه؟ عشان ما يستضعفونيش فالشغل يقع، فايه؟ فيفشل الايه؟ الشركه، تفشل الشركه او يفشل المشروع اللي انا فاتحه. تمام؟ طيب ايه طيب ايه يا شيف، ايه اخبارك؟ خلاص اهو بدا الريحه، الريحه فظيعه يا جماعه. خلاص اهو الشاورما بدات تستوي، هناخدها نقطعها وهنحطها طبعا في العيش اللي صاج، وهنحط معاها بقى كده شويه بطاطس وشويه كروسلو، هتبقى حلوه. الريحه جوعتنا كده يا شيف، بجد الريحه طالعه. انا حابب نسرق منها بس الكروسلو، يعني تاني يعني الكروسلو انا بصراحه كان اختراع بالنسبه لي. على فكره سهل جدا، والناس فاكره ان هو يعني حاجه صعبه، بس هو سهل جدا. يعني هو عباره عن اربع مكونات بس، مش حاجه كتير، وبنجيبه من بره علبه قد كده بمبلغ يعني. طيب استاذن حضرتك نتكلم في مبدا مهم جدا. طبعا اتفضل حضرتك. زي ما احنا اتكلمنا في، يعني انا بتكلم النهارده مع حضرتك عن بعض المعلومات عن علم التنميه. كل حاجه عن التنميه البشريه هنستفاد. بالظبط، علم التنميه البشريه يا فندم هو اصلا موجود في حياتنا من قبل ما يظهر كاسم كمسمى، زي ما اتكلمنا وربطناه بالايه القرانيه الكريمه، تمام؟ بس في ناس اصلا بتعمله، زي مثلا يعني مثلا سي مطرب وفنان موجود دايما بيقول كلمه الناس بتتريق عليه، تريق على الكلمه دي او ان هو مغرور وهكذا، كلمه ايه؟ ثقه في الله نجاح، استاذ محمد رمضان. بالظبط، تقيل جدا. تمام. طيب ثقه في الله نجاح دي، اللي عارف كويس قوي او 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 دارس علم التنميه البشريه يعرف ان الراجل ده بيدي نفسه يعني طاقه ايجابيه على طول. اليقين بالله، اليقين بالله في اي حاجه، ببساطه كده برمي على ربنا سبحانه وتعالى، او بشيل او بحط جوايا يقين، تمام، وثقه عاليه جدا ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخيب ظني في اي حاجه انا داخلها. فهو عنده الحته دي قويه جدا. في ناس بتتريق عليه مفتقره ومغروره. يعني خليكم دايما عندكم امل، طموح، مفيش حاجه توقفكم. خلي دايما عندكم هدف، ما تسمعوش كلام حد. خليكم عندكم يقين في الله. هايل، بالظبط كده. فهم بيتريقوا عليه، بص هو وصل لايه، ايا كان بقى المحتوى اللي بيقدمه ايه، ايا كان ماليش اي علاقه، الفكره ان هو شخص ناجح، ناجح في المجتمع، تمام. فاليقين في الله سبحانه وتعالى. في ناس كده مش بتقابلي ناس الصبح كده تقولي يا اليوم حلو جدا، اليوم بيبدا بتفاؤل، وفي ناس تانية تقابليهم تقولي اليوم ليه؟ عارفه ليه حضرتك؟ لان ده شخص ايجابي وده شخص سلبي. دايما كده اللي هو ايه، واحد ياخد من قلب الازمه كلمه حلوه، والابتسامه في وش اخيك صدقه. الله، بالظبط، هايل. فانا اخد الشخص الايجابي اقابله كويس جدا واتعامل معاه، الشخص السلبي احاول ان انا اتجنبه. ليه؟ لان الايجابي في حياتي كل ما كان بيزيد نسبته كل ما هقدر احقق كل اللي انا نفسي فيه، وكل اللي انا عايزه انجح فيه باذن الله ان شاء الله. طيب الشيف صفا وصلت لحد فين؟ بصي دلوقتي خلاص خلصنا اهو، استوت معايا، هحطها كده. بصي شكلها عامل ازاي الاكل يا جماعه، ريحته فظيعه.
بصي اصلا شكلها عامل ازاي، لازم ناخد اللون ده والصدمه دي عشان تبقى زي الشاورما اللي هي بتتعمل من على السيخ. بتاخد لون اغمق؟ لا بتاخد صدمه كده، لون كده من بره حلو قوي. ليه انا بعملها كده بقى؟ انا بجيبها من عند بتاع الفراخ قطعه كامله على بعضها، صدر كامل على بعضه، وبقطعه انا لثلاثه، مش بقطعه البانيه اللي هو رفيع، عشان لما اجي اقطعه بيبقى اتخن شويه من البانيه، يبقى تخين ويبقى شكل السيخ اللي هي بتنزل من على السيخ. فاهماني؟ دلوقتي اهو هعمل بقى كده، هوريكي بقى دلوقتي. خلي زي كده، بصي بصي بقى شكلها عامل ازاي. اصلا الريحه كفايه، يعني هي ريحه خلاص يا جماعه جات. نقطعها بقى كده كلها بالمنظر ده، بصي مديها منظر بالظبط اللي هي بتبقى نازله من على السيخ. لكن لما نقطعها شرايح ونعملها على طول في الجريل او الطاسه، بتدينا يعني ايه كله على بعضه بيبقى نفس الشكل، لكن كده بتدينا المنظر ده اللي هو الابيض، بتبقى احلى في الغامق اهو. خلاص انا كده يا جماعه النهارده هبوظ الدايت اللي انا عاملاه. ريحه فظيعه. لا والكولسلو عشان طبعا استاذ محمد متحمس ليه. انا كنت بدايتي مع الكولسلو اصلا يعني كر، اصحابي ضحكوا عليا واحنا قاعدين كده بناكل تمام، فانا اول مره كنت ادوقه يعني، فليتهم كلهم ايه مش عايزه بيتخانقوا عليه. فبعد كده اما دقته وجربته قلت لهم انا عرفت دلوقتي انتوا كنتوا بتتخانقوا عليه ليه. على فكره هي الاكلات السويت عند الصور برضو كلها الناس بتكرهها في الاول، بعد كده بتحبها أنا بتبقى مدمنه. انا اصلا بحب الاكلات اللي هي سويت اند ساور جدا، بتبقى مدمنه. الحاجات اللي هي الصينيه والحاجات اللي هي الكوريه كده جميله. بصي طيب نرجع تاني للاستاذ محمد، اتكلمنا اكتر عن التنميه البشريه. طيب في بعض الاجزاء برضو من التنميه البشريه ليها علاقه بحاجه مفتقدينها موجود دلوقتي، ناس كتير جدا بتتكلم عنها. اللي هي ايه؟ اللي هي مبدا العرفان بالجميل. ازاي يعني ايه مبدا العرفان بالجميل؟ يعني ازاي انا يكون حد ساعدني في حياتي تمام، وانا اشيله الجميل ده، اكون ممتن ليه تمام. زي يعني زي مقوله بتتقال بس انا مش محبذ ليها ابدا، هي مقوله قريبه بس ايه اللي هو معلمني حرفا. دلوقتي في ناس كتير جدا يا جماعه بتنكر العرفان بالجميل ده نهائي، فدي حاجه مهمه اللي انت تعترفوا بالجميل، يعني شخص ساعدك تعترفوا بالمساعده بتاعته. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده بالظبط. طب ليه انا ليه اعترف؟ يعني ايه نتيجه الاعتراف بده؟ اصلا الانسانيه قايمه على ده، قايمه على ايه؟ ان انا امتن لحضرتك تمام، ان انت ساعدتيني، والعكس لو حد ساعدك تمتن ليه طبعا. واول الناس بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا لله المثل الاعلى، بالله. اول الناس الوالد والايه الاب والام طبعاً. يعني طبعا وبالوالدين ايه احسانا، ده العرفان بالجميل. لازم تبقى ممتن للي ساعدك باي شيء تمام. ليه؟ عشان دي الانسانيه، عشان ده انت كده تبقى انسان عندك سلام داخلي. السلام الداخلي ده قوي جدا، ده تلاقي ناس كده ماشيه مع ربنا سبحانه وتعالى لو صافي من جوه، نيته صافي من جوه، زي طبعا مستوحى من اسم الاستاذه صفا تمام، صافي من ايه من جوه بالظبط كده. لو انا عملت ده صدقيني مش هتلاقي اي حاجه وحشه بتقابلك في حياتك، والحاجه الوحشه اللي قابلتك في حياتك هتلاقي الف ايد بتساعدك. ليه؟ لان انا حد ساعدني فامتنيت لي فساعدته تمام. ده المبدا العرفان بالجميل. اوعى تنكر جميل اي حد ساعدك في حياتك تمام، عشان ما يجيش يوم في الايام انت ساعدت ناس كتير هتلاقيهم بيردوا ده بالعكس. ليه؟ لان انت ما عملتش ده مع الناس اللي ساعدوك. ده علم التنميه البشريه ببساطه، بعض الاجزاء منه الضئيله جدا. طيب معانا مكالمه تليفونيه استاذه ورده. الو استاذه رحمه. اهلا بحضرتك. اهلا استاذه رحمه. اهلا بحضرتك، اتفضلي. منوره الشاشه. بنورك. جميل جدا الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه استاذ محمد. ربنا يعزك يا فندم يا رب. التنميه البشريه. اتفضلي. قول لنا حضرتك سمعتي عنه ايه قبل كده؟ عن التنميه البشريه. حضرتك تعرفي يعني ايه الاجزاء اللي ممكن تسالي فيها في التنميه البشريه؟ طيب هو قطع؟ المكالمه قطعت. طيب نرجع تاني لحضرتك، اتفضل. طيب علم التنميه البشريه تمام؟ هو طب ايه مصطلح التنميه البشريه اللي هو تعريفه؟ حلو، التعريف هو ببساطه جدا تنميه الذات. يعني ايه تنميه الذات؟ يعني انا بنمي نفسي وبطور من نفسي في كل شيء. التنميه البشريه عباره عن انا، الشخص نفسه
فبنمي نفسي. تنميه الذات التحكم في نفسي، اللي هو اتحكم في نفسي في كل حاجه، انمي من نفسي كشخص مش كحد تاني يساعدني. حلو جدا، ده قصدك؟ حلو. انا انا بساعد نفسي بقى، بطور في نفسي. تمام. فهو بقى بيخلق لنا كمان اجزاء مهمه قوي علم التنميه البشريه، ان هو بيدينا علوم تانية منه هو، اجزاء منه هو بتبدا تساعدنا. منها طبعا الشخصيه الناجحه، صفات الشخصيه الناجحه، تمام، منها الموارد البشريه واداره الشركات واداره المؤسسات الكبيره، ده جزء من التنميه البشريه. طبعا تنظيم الوقت ده النجاح ده بينبع من تنظيم الوقت، ان انت تنظم وقتك فتوصل لحاجه عايز توصلها او لطموح يعني مثلا. بالظبط. هو الطموح عباره عن ايه والحلم عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا تنمي نفسي. بالظبط. كل يوم بستخدم ببساطه كده قدراتي كلها. الاصرار والعزيمه دي كمان، يعني الاصرار يوصلك لحلمك والعزيمه توصلك لحلمك، ما تخليش حد يوقفك. هي بالظبط. حضرتك بسم الله ما شاء الله شكلك يعني عندك معلومات قائمه. طيب معانا مكالمه تليفونيه، استاذ كريم من الشرقيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كنا عايزين بس نيجي نشارك في البرنامج. اتفضل حضرتك. كنا عايزين نيجي. طيب بعد اذنك ممكن نقفل التلفزيون او نوطيه؟ الو، ماشي ماشي. الو، اتفضل. بقول لك في واحد في البلد صوته حلو وعايز يجي يقدم في القران يعني. طبعا ما فيش اي مشكله، خليه يدي يعني رقم للكنترول بس. يعني خلي الرقم ياخد، خلي الكنترول ياخد الرقم. في اي سؤال عند حضرتك؟ ايه، في اي سؤال عند حضرتك؟ شكرا حضرتك، شكرا لمعرفتك. طيب شكرا، شرفتنا. طبعا يا جماعه اي حد يقدر يشارك، اي حد عنده موهبه يقدر يشارك على صفحه البرنامج، برنامج ابدا بنفسك. طبعا انا سعيد جدا يعني ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وحابب بس انقل حاجه للساده المشاهدين، ان اول ظهور ليا اصلا، تمام، ظهور اعلامي، بتشرف ان انا اكون مع الاستاذه الاعلاميه رحمه، والظروف اتاحت لي ان انا اكون موجود معاها النهارده. أنا أسعد. وهي زي ما اتكلمت مع الاستاذ كريم، انه الاستاذ كريم اللي كان مكلمنا دلوقتي، ان هي فعلا يعني احلى حاجه انك جزء مهم جدا من العرفان بالجميل، هي بدات تعمل ايه، في حد ساعدها فبدات تساعد الناس، تساعد الاخرين، فانا بشكرك جدا على انك بتطبقي المبدا ده كويس. طيب معانا مكالمه تليفونيه. الو، 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 كريم معايا. انت صراحه انا سعيد جدا ان انا كلمتك. وانا مبسوطه اكتر. الو، انا وممكن انا اعرف ازاي انظم وقتي؟ طيب معاك استاذ انت عندك محمد. كام سنه الاول يا كريم؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 11 سنه. ايه؟ عندي 11 سنه. 11 سنه. طيب انت طبعا في مدرسه؟ طبعا. حلو. يعني ايه اهتماماتك؟ بتقدم، بتتمرن في حاجه معينه؟ عندك هوايه بتديها وقتك؟ طيب المكالمه فصلت معانا. طيب نرد. طيب على كريم. نروح على الشيف صفا. ايه يا شيف؟ خلاص بصي، بعد ما بكمل الساندوتش بحط عليه طبقه مايونيز وبحط فيه الشاورما، ولو في حد عايز فيها مخلل بحط مخلل او بطاطس. طيب. وبلفها وبعملها كده في الجريل، بتاخد لون من 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 الجزء ده ومن الجزء الثاني، وبقطعها كده وبحطها في التقديم زي ما انت شايفه بالشكل. طيب. ده تمام. طيب. حقيقي انا جوعت يا فندم. طيب نرد. طيب على الاستاذ كريم. لسه عند حضرتك. اتشرفت بحضرتك طبعا. لو قعدنا نتكلم كتير مش هنخلص كلام على التنميه البشريه. اكيد. وعايزه حلقه تانية ان شاء الله يا فندم. شرفني. شرفتيني يا شيف صفا. اهلا بحضرتك. وبكده يبقى انتهت حلقتنا، انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله.